بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أحييكم أنا علاء أمين في كورس جديد، كورسنا شباب الإيزد 700 أو زي ما هو ظاهر قدامنا Designing and Implementing Azure Network Solution. في ناس أو بعض الكثير من الناس بيطلق على الكورس ده Azure Network Engineer، يعني فيما يعني إن حضرتك هتتخصص في موضوع الشبكات على منصة Azure. الحقيقة المنهج كمنهج مش جديد، لأنه مايكروسوفت أصلاً بتبقى فيها موديول في كل منهج أو في كل كورس كده، بتخصص موديول بيشرح فيه إزاي تتعامل مع النتورك، لكن هي حابة تجمع كل الموديولات ديت، سواء اللي جاي من 104 كأدمستريتور، اللي جاي من 303 و304، واللي بقى اسمه 305 مؤخراً أو ليفل الأركتكشر، كان برضو بيدرس النتورك. هنا تحقيق لمبدأ الرول بيست سيرتيفيكيشن أو التخصص يا شباب اللي هو قادم بقى، هو المستقبل، والجزء اللي خاص بإن أنا يعني شغال كل شيء ده هيبدأ في خلال سنتين ثلاثة أو ماكسيموم 5 سنين، هيبدأ يندثر تماما وهيبدأ يحل محله مبدأ زي ما قلنا الرول بيست سيرتيفيكيشن، أو إن أنا هكون متخصص في إريا معينة أو جزئية معينة، هي دي لعبتي، هي دي قدرتي وخبرتي وتخصصي. علشان كده مايكروسوفت زي ما قلنا أطلقت الكورس ده اللي هو الإيزد 700، واللي إن شاء الله هنبدأه مع بعض، علشان تتكلم فقط نتورك، يبقى أنت فقط نتوركر على أجر. نروح مع بعض إن شاء الله ونشوف المتطلبات التي تسبق دراسة المنهج ده. هنشوف ان هي بعض الاشياء اللي احنا كلنا عارفينها، طالما ان احنا جايين ندرس شبكات فاكيد ان احنا اشتغلنا بايدينا وعرفنا يعني ايه الـ TCP/IP، عارفين يعني ايه الـ DNS، عارفين يعني ايه الـ VPN، خدنا هنت كده بسيط على الـ SDN او الـ Software Defined Networking، كمان عندنا مصطلح شهير جدا اسمه الـ Hybrid Network او الـ Hybrid عموما، اللي هو انا عندي On-Prem او عندي داتا سنتر، فبالتالي عندي نتورك عليها بين سويتشاتي، راوتراتي، الكيبلز، السبنتنج، الاي بي. فلو حبيت اطلع كلاود او اربط خدماتي اللي موجوده على السحابه من خلال الداتا سنتر بتاعتي او من خلال الاون بريم بتاعتي، فده بيبقى اسمه الهايبريد نتورك. هيكون برضو عندنا يعني متطلبات سابقه فيما يتعلق بعمليه الديزاستر ريكفري، فيما يتعلق بالهاي افيلابيليتي، فيما يتعلق بالريستور اوبريشن. الحاجات دي يكون عندنا درايه مسبقه، مش شرط خبره كبيره ولكن نكون عارفينها يا شباب. يبقى ديت الاساسيات اللي احنا مطلوب مننا معرفتها قبل ما ندخل الكورس ده. روحنا كده مع بعض. هيبدا يكلمني هنا عن زي ما قلنا النتورك انجينير رول. انا دلوقتي هخليك او هأهلك ان انت حضرتك تبقى نتورك انجينير، فبالتالي انت ليك رول، ليك مهام وظيفيه هتقوم بها. زي ما احنا شايفين هنا انه المهامك الاساسيه في ما يتعلق بالنتورك انجينير هتبقى عباره عن عمليه الديزاين نتورك، عمليه الامبلمنت الكور نتورك نفسه، عمليه التامين الخاصه بالشبكه ديت، عمليه الإدارة، عملية إنه أنت إزاي تحقق اتصال بين أكتر من شبكة، وإزاي إن أنت تعمل عملية يعني الوصول بخدماتك من جوه أجر، وكمان تخلي الناس تكونكت عليها من بره، فيما يعني إن دي هتكون مهامك الرئيسية. وفي طبعا عدة مهام أخرى فرعية، ولكن في المقام الأول هيبقى مهامك الأساسية هو تصميم الشبكة، إدارتها وتأمينها. طيب لو رحنا كده مع بعض هناخد إيه في الكورس ده؟ هناخد 8 موديول كلهم نتورك يا شباب، كلهم زي ما احنا اتفقنا خلاص إن هم بيتكلموا نتورك. أول موديول اللي احنا إن شاء الله هنبدأ فيه الفيديو القادم هيكلمني على الـ Virtual Network، بعد كده هيبدأ يكلمني عن عملية تصميم الـ Hybrid Network، بعد كده هيبدأ يكلمني على الـ Express Route، هيبدأ يكلمني على اللود بالانس سواء الـ HTTPS أو الـ HTTP، يعني موديول هيكلمني على الـ HTTPS، وموديول رقم 5 هيكلمني على اللود بالانس ولكن على باستخدام البروتوكول الـ HTTP.
بعد كده هنعرف نديزاين ونimplement السكيورتي او النتورك سكيورتي ازاي امن شبكتي. بعد كده هناخد البرايفت اكسس لخدمات اجر. واخر موديول طبعا بما ان احنا خلاص انشأنا الشبكه صممناها وادرناها وامنناها فبالتالي لازم نراقبها، وده هناخده ان شاء الله في الموديول رقم 8 فيما يتعلق بالديزاين والimplement نتورك مونيتور. طيب بعد ما درست الكورس وعرفت انا هاخد ايه وهتخصص في ايه، فلازم ان انا ادخل امتحن علشان ابقى سيرتيفايد من الجنب التاني. فبالتالي هنا في الشريحة التانية هيبدأ يكلمني على امتحان اللي هو الازد 700، هو عبارة عن امتحان واحد في تقسيمة الاسئلة زي ما احنا شايفين كده، خمسة اريا بالشكل اللي احنا شايفينه. هنلاقي انه التركيز او نصيب الاسد هيروح الراوتينج زي ما انا كنت بعمل راوتينج في الامبريم، هبدأ أعمله لكن كلاود، هنشوف إزاي مع بعض. وهنا هيبقى من 25 ل 30، وباقي السكشن أو باقي الأرياز متقسمين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو رحنا مع بعض للشريحة الأخيرة، هنا هنلاقي الشريحة الأخيرة ديت بتكلمني على السيرتيفيكيشن اللي هي الاختياري. يعني أنت ممكن تدرس ال 900 فيما يتعلق بالبيزك والفاندمنتال، هو مش اختياري قوي، دايما بننصح بيها لانه خصوصا في اللي لسه داخل المجال وحابب ان هو يكمل في مجال الكلاود وحابب ان هو يكمل فيه. فبالتالي انت لا، لازم تروح تاخد ال 900 علشان هو هيعرفك يعني كلاود اصلا، ايه هي الخدمات اللي بيقدمها الكلاود ديت، وبعض المصطلحات اللي هتحتاجها فعليا في المجال، التعريفات كده والمصطلحات. ف يعني انا شايف ان هو مش اوبشن. يعني في ناس بتتجاوز المرحلة دي وبتروح على 104 زي أنا كده، ما روحتش 900، رحت على 104 على طول. فأوكي، حتى لو أنت معك 104 يعني تدرس 104 بجانب النتورك. طيب 104 في مديول كامل اسمه النتورك، الفرق زي ما قلنا وبنأكد أنه المديول اللي في 104 يعني هيديك أي نعم فكرة كده عامة ويخليك فعلا تدير شبكة، ولكن الكورس ده هيبقى بالتخصص وبتعمق اكتر علشان في النهايه يبقى الشخص ده فعليا اسمه نتورك انجينير او اجر نتورك انجينير. هنا كمان فيما يتعلق بالشهادات الاختياري، انت حتى لو انت يعني حابب تكمل ووصلت او هتوصل للسولوشن اركتكتشر او ال 305 اعتقد بقى اسمه، زمان كان بيبقى 300 امتحانين 303 و304، دلوقتي مايكروسوفت تسهيلا يعني عملت امتحان واحد 305، وبالامتحان ده انت بيبقى مسماك او الرول الخاص بيك هو الاركتكتشر اكسبيرت او الراجل الاستشاري في خدمات اجر كلاود. يبقى كده مش شرط ان انت تاخد الشهادات دي ولكن اوبشن. يبقى كده عرفنا على الكورس بتاعنا، عرفنا هو ايه، هنتخصص في ايه، ايه هي المهام بتاعتنا، وتقسيمة الشهادة ان شاء الله اللي هنحصل عليها في نهاية الكورس لما ندخل الامتحان الازد 700. وفي النهاية حابين ننوه عن حاجة مهمة جدا ان شاء الله في الكورس ده، هيكون معانا في المواضيع اللي تتطلب خبرة مسبقة ومهارة عالية، هيكون معانا مهندس قدير جدا في المجال ده، انا شخصيا استفدت منه كتير، وهو اعتقد من أقدر الناس وأعلمهم في الموضوعات اللي تتطلب خبرة عملية زي ما قلنا أو مهارة عالية، زي مثلا السايت تو سايت، زي الإكسبريس راوتينج. أشوفكم إن شاء الله في أول فيديو من الكورس وفي أول موديول علشان نتعرف مع بعض على الأجر فيرتشوال نتورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.